بعدها صدرت اللائحة، خلنا نقول أول لائحة متكاملة يعني لها بناء نظامي كامل في عام 1430 أو 38 اللي هي بالقرار الوزاري رقم 2082، وبعدها صدر تعديل لها عام 1440 في شهر 7 الماضي لائحة، خلينا نقول بعد إجراء بعض التعديلات عليها. فالآن التسلسل التشريعي هذا يعطينا الأرضية، خلينا نقول لهذه الورشة العمل هذه. أنا عارف أنه كثير منكم عنده يعني عدد من الأسئلة، إن شاء الله نقدر نجاوب على كثير من الأسئلة من خلال العرض. الورشة طبعا تتكلم عن جوانب مفاهيمية أو إطارية مفاهيمية بشكل عام، يعني ما هو المنطق اللي بني عليه بناء اللائحة، خلينا نقول هو الأساس، هي القاعدة. نختلف في التطبيقات أو تختلف التطبيقات، لكن القاعدة راح تكون واحدة إن شاء الله. طبعا تطبيق اللائحة اللي صدرت في شهر 7 بيبدأ إن شاء الله على السنوات المالية بالنسبة لمكلفي الحسابات، على السنوات المالية 2019 اللي تقدم قراراتهم في 2020، يعني حتى أبريل أو حتى 120 يوم بعد السنة المالية. هذا بالنسبة للتطبيق راح يكون. التغييرات طبعا بنعرض في العرض لفكرة بناء الوعاء بشكل مختصر وإجمالي مفاهيمي، ثم نعرض بعض التغييرات اللي صارت في اللائحة أو المقارنة، خلينا نقول إجمالية في اللائحة. الوقت ما يساعد يعني نمر على كل الأفكار، لكن في عندنا هدف أساسي اللي هو المفهوم الأساسي لبناء الوعاء. إذا يعني صار في تصور له، أتوقع أننا وصلنا إلى خطوة، حققنا هدف جيد، لأنه بالعادة العرض هذا يعرض في ساعتين، لكن الآن إحنا عندنا تقريبا راح ربع ساعة وينتهي وقت ورشة الساعة 3، فبنحاول نركز على المفاهيم الأساسية. بالنسبة للاستزادة، هو الأول اللي عنده يحب أنه يعني يتوسع، مشروحه في دليل الإرشادي العام اللي صدر باللغة العربية والإنجليزية، اللي صدر الشهرين الماضية، الإنجليزي قبل شهرين والعربي قبل شهرين والإنجليزي قبل شهر. هذا أكثر من 100 صفحة شرح للكلام اللي بقوله على شكل أمثلة وتطبيقات مباشرة للمحاسبين. فنتوقع انه الدليل الارشادي راح يعطي خلينا نقول الارضيه الكافيه والمنظره بشكل يعني يغطي 70 80% من التصور بشكل كامل. يعني اتوقع انه حضور الورشه مع قراءه الدليل بتعطي تصور يعني جدا ممتاز عن بناء الوعاء. فيه طبعا ورش تبي تصير الفتره القادمه تقدمها للهيئه، عمليه اكثر، يعني كيف تقدم القرار الجديد، لانه اللائحه صار فيها تغيير، ويمكن كلكم تعرفون القرار كان رقم 8، يصير قرار رقم 10 جديد مبني على الطريقه الجديده، بناء على الاختلافات اللي بنشير لها ان شاء الله، ابرز الاختلافات، لان ما راح نقدر ندخل في كثير من الاختلافات. فكره وعاء الزكاه، طبعا تعرفون ان في طريقتين لحساب الزكاه بشكل اجمالي مبنيه على قوائم ماليه، الطريقه المباشره واللي الطريقه المباشره تطبقها المملكه العربيه السعوديه، والطريقه غير المباشره. طبعا نظريا الطريقتين تؤدي نفس النتيجه اذا استخدمت نفس المعايير، يعني إذا طبقت المعايير هذه على الطريقتين، نفس المعايير استخدمتها في الطريقتين تصل نفس النتيجة. هيئة الزكاة أخذت الطريقة غير المباشرة طبعا لأسباب يعني كثيرة، أهمها أنها يعني من ناحية لأن المملكة العربية السعودية تطبق الجباية بشكل إجباري على الشركات، الطريقة الغير مباشرة أو الطريقة مصادر الأموال وحقوق الملكية أضبط، لأنك تتكلم عن الجزء الثابت في قائمة المركز المالي. طريقة مصادر الأموال تبدأ من مفهوم حقها أنه يضاف للوعاء مصادر أموال المنشأة، يعني من وين جت أموال المنشأة، وهي غالبا في الجانب الدائن، يعني في حقوق في الالتزامات وحقوق الملكية. قائمة المركز المالي في الجانب الدائن فيه مصادر أموال تخص المنشأة، يعني جاي من الملاك أو ما تولد عن 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 أموال الملاك، وجزء يجي من أشخاص آخرين من خارج المنشأة، ديون يعني سواء على هيئة دائنون أو على هيئة قروض أو على هيئة التزامات يعني أخرى، يعني مرتبط بها حق الغير. هذه الجزئين مهمة بالنسبة لنا في بناء الطريقة، مصادر أموال داخلية ومصادر أموال خارجية نسميها، احنا بنسميها مسميات جديدة لكن هذا اللي نقصد فيها. مصادر أموال داخلية الأموال اللي ترتبط بملاك المنشأة أو نمائها، يعني مثل الأرباح ومؤسسة الخيرية. ومصادر الأموال الخارجية هي الديون مجملا واللي تمثل التزامات عادة قصيرة وطويلة. في الجانب المدين، في الجانب الأصول برضه نقسم القائمة إلى قسمين، قسم
نسميه موجودات محسومة وموجودات غير محسومة. ايش نقصد بالموجودات المحسومة؟ الموجودات المحسومة هي الموجودات غير الزكوية أو الموجودات المزكية اللي يعني زكيت من يعني إما عند الهيئة أو أنه تحمل أحد زكاتها مثل الصكوك. الجانب الثاني طبعا اللي هو باقي الأصول، الموجودات اللي نسميها غير المحسومة هي الموجودات الزكوية أو الموجودات المجهولة بالنسبة للهيئة، مجهول مكونها، مثل طبعا الموجودات الزكوية مثل النقدية والمخزون. الموجودات المجهولة اللي ما تعرف الهيئة مكوناتها مثل الصناديق، لو استثمرت منشأة في صندوق مثلا ريت، أنا عارف أنه غالبا الريت أصول ويمكنه مو زكوي، لكن الهيئة ما تقدر تشوفه. يا أما أن هذا الكيان يسجل ويوضح مكوناته عند الهيئة ويدفع زكاته فيعامل معاملة الشركات، أو أنه يبقى غير محسوم. هذه الصورة بشكل إجمالي. أرجع للجانب الدائن، أنا قاعد أبني يعني مستوى. في الجانب الدائن في عندنا في الالتزامات أو مصادر الأموال الخارجية قسمين، نقسمها قسمين لأغراض بناء الوعاء. هذه مصادر الأموال واللي هو الجانب الدائن الالتزامات وحقوق الملكية، وهذه جانب الاستخدامات أو يعني اللي يسمى الأصول أو الموجودات. جانب مصادر الأموال قسمين مثل ما قلنا، مصادر داخلية تمثل حقوق الملكية وأي تجنيب لأرباح مخصصات وغيرها، جانب مصادر الأموال الخارجية مثل ما تكلمنا. الآن مصادر الأموال الخارجية قسمينه قسمين، طبعا في هدف نبي نصل له في الهيئة، خلينا نبدأ فيه في البداية لأنه محل إشكال عند الناس. الهيئة لا تزكي الديون اللي على المنشأة، يعني الدين اللي على المنشأة لا يزكى. طيب ليش تضيفونه للوعاء؟ احنا ما نضيفه عشان نزكيه، نضيفه لأنه مول محسومات، فإذا ما أضفته حسمت هنا حسمته مرتين، حسمت المحسوم مرتين. يعني بصورة أبسط، لو ما عندي إلا مصادر دين، أخذت دين 100,000، شركة أخذت دين 100,000 وفي المقابل اشترت في أصل ب100,000، لو أجي أقول أنا لا الديون ما أضيفها لأني أنا ما أزكي الديون، إحنا صح ما نزكي الديون، لكن أنا أضيف بعض الديون عشان أحمي الوعاء من الحسم المزدوج. فال100,000 الآن لو قلت ما أضيفها ورحت للمحسومات حسمت 100,000 بيطلع وعائي سالب 100,000. وش معناته هذا؟ معناته لو عندي 5,000 رأس مال تبي تأكله الإشارة السالب هذه. لذلك في افتراضات يعني نبني عليها الطريقة، أهمها أنه ترى المصادر الأموال الخارجية اللي هي تمثل الديون على المنشأة في اللائحة مسمى الديون في المادة فقرة الثالثة المادة الرابعة لا تزكى، لكن تضاف لحماية الوعاء من الحسم المزدوج بالمثال اللي ذكرته. المثال المتطرف أحيانا نبين لك الأثر. طيب في الطريقة مبنية على 3 افتراضات، افتراضات تكمل بعضها بعض أساسية. الافتراض الأول المحسوم. وش نقصد بالمحسوم؟ اللي ذكرناه قبل شوي، اللي هي إما الأصول غير الزكوية، الأصول الثابتة ونحوها، أو الأصول المزكاة مثل الأسهم اللي غير المتاجرة. ممول ابتداء، يعني أول شيء موله، نفترض أنه أول شيء موله مصادر الديون طويلة الأجل أو التزامات طويلة الأجل. يعني التزامات طويلة الأجل افترضنا أنه في هاللحظة نبني وعاء الزكاة، أنه لو بنكونه مكون نبي نقول قائمة المركز المالي كيف انبنت؟ جاء أخذ الديون الطويلة وشرى فيها أصول محسومة، ثم أخذ مصادر التمويل الداخلية كمل فيها الأصول المحسومة، والباقي اشترى فيها الأصول القصيرة والمتداولة أو الأصول غير المحسومة. هذا الافتراض هذا معناه أنه لأن العبارة يمكنها شوي مهب واضحة، لكن هذه فكرة أنه المحسوم ممول من الالتزام طويل الأجل ابتداء، يعني نبدأ أول شيء. في المقابل الالتزامات القصيرة، الالتزامات القصيرة نفترض أنها أول ما جاءت الديون القصيرة راحت للأصول الزكوية، وتعرف أنه في الشريحة اللي قبل لأني أنا أضيف ثم أحسم، أي شيء ما أضيفه في هذا الجانب وش معنى؟ أنقصه من الجانب هذا لأنه الميزانية متوازنة. فأنا إذا ما أضفت الديون القصيرة معناته أني نقصتها من الأصول الزكوية مباشرة. وهذا الافتراض الثاني، أنه أي شيء ما نضيفه نفترض أنه أنقص الوعاء. هذا المفهوم يعني أنه إذا صار فيه خلاف على أي بند
في جانب المحسومات لازم يأثر على جانب مصادر الأموال. ما يصير إني مثلا أقول هذا زكوي ولا غير زكوي وأنا ما تأكدت من مصدر تمويله مضاف. فأنا إذا جيت أحسم شيء لازم أتأكد من مصدر تمويله مضاف. هذا يعني خلينا نقول قاعدة أساسية. الافتراض الثاني هو متمم الاثنين. يعني أنا إذا الالتزامات القصيرة مولت الأصول الزكوية ابتداء، يعني نقصت الأصول الزكوية والالتزامات الطويلة راحت للأصول المحسومة ابتداء، يعني قابلتها، يبقى لي مصادر التمويل الداخلي توزعت من اثنين، تبدأ في المحسوم ثم تكمل في الديون. الباقي يعني مصادر الأموال الداخلية إذا كملنا فيها المحسومات الباقي هو وعاء الزكاة باختصار يعني. وفيه رأس مال بيوريكم إياه كيف تصير. هذا قلته اللي هو ليش نسمي محسوم الموجودات المحسومة نقصت فيها غير الزكوي مثل الأصول الثابتة أو الخاضعة للجباية مثل الاستثمارات المزكاة، الموجودات غير المحسومة الموجودات الزكوية أو مجهولة المكونات مثل الصناديق. طيب كذا صارت معادلة الزكاة، المعادلة اللي يبنى فيها الوعاء. عندنا مصادر التمويل الخارجية الطويلة، خليني أخذها بعبارة يعني مباشرة، الالتزامات الطويلة بحد أقصى المحسومات. ليش قلنا بحد أقصى المحسومات؟ أحد عنده يعني ليش كيف؟ لا مبلغ صافي ربح. أنا أقول الآن إذا عندك قرض طويل الأجل أنا أقول لك أضيفه للوعاء صح؟ طيب قلنا احنا نوقف عند الموجودات المحسومة وعندك أصل ثابت، يعني مثلا لو عندي دين طويل الأجل ب 10 مليون وما عندي إلا أصل ثابت قيمة 9 مليون، أنا ما أضيف إلا 9 مليون للوعاء، ليش المليون هذا ما أضفته؟ أيوه لأنه حقيقة هذا الفائض مول أصل زكوي وأنا أستبعد الدين من الوعاء، فأنا ما أضيفه عشان أستبعده من الوعاء، فهذا نتيجته أنه ينقص لي الموجودات الزكوية اللي هي بالأخير الوعاء. أو نسميها صافي الموجودات الزكوية لأنه أنا عندي نقدي ومخزون، هذه أصول زكوية، وعاء الزكوي مو بالنقدي والمخزون، النقدية والمخزون ناقص الديون اللي مولتها، فدائما صافي الوعاء أقل من الأصول الزكوية ابتداء بدون ما ننظر الديون. إحنا ليش نقابل ليش يطلع الوعاء أقل من مثلا النقدية والمخزون؟ لأنه الدين هذا اللي مول المحسوم هذا مزكيها الدائن، لانه احنا اذا لو عندك دين لو الشركه مولت شركه ثانيه او بنك مول جهه ثانيه يبي يعتبر اصل زكوي، فتلاحظ سلسله الديون يزكيها واحد اللي هو الدائن اخر دائن. هذه فكره حتى يصير الزكاه على فقط الدائن، فالدائن هو اللي دائم يزكي. هذا نتيجه من النتائج اللي يعني تؤدي اليها طريقه بناء الوعاء. بيصير عندي أضيف مصادر الأموال الخارجية ابتداءً أبدأ فيها وأوقف عند حد المحسومات، ثم أضيف مصادر الأموال الداخلية، ثم أحسم الأصول الثابتة والأصول غير الزكوية أو نسميها حنا الموجودات المحسومة. هذه القاعدة العامة. خلينا نأخذها بمثال، يعني مثال يعني أكثر توضيح، وترى نبي نعرضها بثلاث طرق عشان لأني عارف أنها شوي بنعرضها بعدة أشكال عشان يصير يعني تصير أوضح. عندنا شركة هذه عندها دين طويل الأجل قيمته 10، وعندها طبعا من مصادر التمويل اللي تضاف مصادر التمويل الخارجية تضاف، إذا عندي مصدر تمويل يعني أعرف وين راح، أعرف وش مول، مثل كمبيالة مقابل شراء آلة، يعني هي جزء من ثمن الآلة، فبحسم الآلة أضيف هذه حتى ما يصير حسم مزدوج. فعندنا ثلاثة، هذه كمبيالة مقابل شراء آلة، وعشرة دين طويل الأجل أو قرض طويل الأجل، سبعة مصادر لحقوق الملكية خلينا نقول، وعندي 17 موجودات محسومة يعني أصول ثابتة، عندي أصول ثابتة بهالقيمة. طبعا لو تلاحظون بالمثال عندي 8 آلات إنتاج و9 استثمار في شركة سعودية مزكاة، عشان كذا مرينا على كل الصور أو مثال على كل صورة من صور. بيصير الوعاء عندي 13 بديت فيها مصادر الأموال الخارجية الخاضعة، نسميها هنا مصادر الأموال الخارجية اللي استغرقت في محسوم، زائد 7 مصادر الأموال الداخلية اللي هي حقوق الملكية والإكويتي، ثم نطرح منها الموجودات المحسومة أو الموجودات غير الزكوية أو المزكاة، يطلع لي وعاء الزكاة 3. طيب عشان أرجع أوريكم الجانب الثاني،
الموجودات الزكوية عنده 8، كيف صار وعاءه 3؟ سم اي 8 هذه 5 منها جايه من 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 دائن، من يعني ما هي للمنشاه، هي دين على المنشاه. فاللي اللي جايه من من مصادر اللي من مصادر اموال داخليه جايه في الاصول هي 3 بس، عشان كذا وصلنا له. فصار الوعاء 3 وبينما الاصول الزكويه 8، واضحه. طيب طريقه ثانيه بنعرضها متحركه. خلنا اول شيء نسويه في بناء الوعاء عندنا بطريقه الهيئه، نستبعد مصادر الاموال الخارجيه، خلينا نقول التزامات القصيره، نستبعدها من الوعاء ما نضيفها صح، ونستبعد الموجودات غير المحسومه اللي هي الاصول الزكويه المتداول، خلينا نقولها بعباره ثانيه استبعدناها. بقي عندي مصادر اموال خارجيه طويله الاجل، التزامات طويله الاجل، وعندي موجودات محسومه ومصادر اموال داخليه. طيب اروح اقابل هذه بهذه صح، لان نبدا فيها، خلينا نعيدها. مصادر الاموال الخارجيه اقابل فيها الموجودات المحسومه، لاني انا مثل ما انا شلت من مصادر من الاصول الزكويه اللي جاء من ديون، ابى اشيل من المحسومات اللي جاء من ديون عشان ما ينحسب مرتين. طب خل اشيله، يبي يصير الباقي 4، هذا المتبقي من الموجودات المحسومه صح، بعد ما قابلنا فيها. الان صار هذا وعائي، انا بضيف مصادر الاموال زين، وبحسب منه صافي الموجودات المحسومه بعد ما قابلتها. كان هذه الطريقه غير مباشره، فبيروح ينقص الوعاء ويصير بيصير يعني خلينا نقول الايكوتي بدي منها 3، الثلاثه هذه هي وعاء الزكاه. كذا نصل لوعاء الزكاه. طريقه ثانيه ثالثه، نبدا بطريقه ثالثه بس هذه نبي نخلي تمشي الاوبجكتيف احسن. اول شيء نروح نقارن، اول خطوه نقارن، خلنا اوضحها، لان هذه مصادر اموال خارجيه استغرقت في محسوبات. تكلمنا عن التزامات طويله الاجل، خليني اعطيها بعباره، أتكلم بعباره محاسبين بس او عبارات محاسبين من قائمه المركز المالي، لكن ما نقيد فيها لانه قد لا تكون التزامات طويله الاجل، مثل ما شفنا الكمبياله تو اذا كانت مباشره موله لمحسوم بشكل مباشر. عندنا اول شيء مصادر خارجيه استغرقت او التزامات طويله الاجل اقارنها في الموجودات او في الاصول الطويله او الاصول الثابته. قررنا هنا شفنا اوكي الديون الطويله والالتزامات الطويله اقل من المحسومات، معناته نضيفها كامله لان الموجودات هي الكاب حق هذا، هي الحد الاعلى حق الالتزامات الطويله. طيب الخطوه الثانيه اضيف مصادر الاموال الداخليه. احنا قاعدين نبني الوعاء الحين، هذا نحاول وعاء، هذا يصلح هذا الوعاء واحنا قاعدين نبني فيه عشان تصير بصريه اسهل للفهم. اروح اجيب الموجودات المحسومه وانقصها من الوعاء. قفلت نفس النتيجة. طيب هذه النتيجة نفس، شوفوا اللي باقي وش هو، عشان كذا سميناها طريقة غير مباشرة. الباقي هو اللي انا استهدفه اصلا، باقي موجودات غير محسومة اللي هو موجودات زكوية والتزامات قصيرة، لو قابلتها ببعض يعني حسمت الديون من الموجودات القصيرة طلع نفس النتيجة. يعني سواء سويتها بالطريقة هذه او بالطريقة هذه نفس النتيجة. طيب مثال ثاني وبنعوض بنفس الخطوات، لكن في تريك المثال هذا او فيه خلينا نقول يحتاج يعني صوره استثنائيه. لو افترضنا نفس المثال السابق لكن عندنا الموجودات المحسومه او الاصول الثابته اقل من الالتزامات الطويله. احنا قلنا ان الالتزام ان الاصول الثابته مموله من الالتزامات الطويله. طيب كيف انا امول 10 امولها ب 13؟ مو منطق. الثلاثة هذه أنا أجزم أنها راحت مولت هذا صح؟ ديون راحت هنا بالباقي، إذا هي مب هنا فهي هنا أكيد. فعشان كذا خليني بروح عليها مثال متحرك. أول شيء استبعدنا الاستبعاد نفس الطريقة، استبعدنا خلينا نقول المتداول، الأصول المتداولة، الديون المتداولة، الالتزامات المتداولة. شلت من مصادر الأموال الخارجية الزيادة. بقيت قد ما يعادل المحسومات، خلاص هذه اللي مولتها أكيد أنا متأكد منها. تروح كلها يصير هذا هو وعاء الزكاة، يصير الإكويتي هو وعاء الزكاة في الحالة هذه. إذا الالتزامات الطويلة أقل أكثر من الأصول الأصول المحسومة أو الأصول غير الزكوية أو الأصول الطويلة الأجل، فبيصير الوعاء حقوق الملكية فقط. الإندو سيرفس إذا كانت طبعا هي التزام
التزام تضاف. لا لا تضاف. ما انا ما ودي ادخل معالجات لان الاند اوف سيرفيس اذا كانت لان هي تجنيب للربح لكنه مرتبط بحق الغير هو دين. يعامل معامله الدين. لا تعامل معامله هذه. تعاملها مع هذه مع مصادر الاموال الخارجيه استغرقت في المحسوم. موجوده في الدليل الارشادي. طيب. الطريقه الثالثه نبي نقارن هذا في هذا صار اكثر منه. معناته ما نضيف الا الجزء من الديون من الالتزامات الطويلة ما نضيف إلا الجزء اللي يقابل المحسوم الأصول غير الزكوية قصينا منها شوي بقي 10 10 هي اللي تضاف الوعاء الباقي هو دين ورجعناه هنا لأنه هو هنا مكانه ما زال دين أضفنا مصادر أموال داخلية نقصنا العشرة تقابل العشرة على طول صح؟ لأن هذه بالسالب هذه تضاف بالسالب اللي تو يبقى النتيجة السابعة لو سوينا نفس الشيء شفنا الديون اللي مولت الموجودات الزكويه عندنا موجودات زكويه 15 او المتداول 15 وعندي 8 اللي هي الديون اللي مولت هالجزء هذا تطلع النتيجه 7 لانه 15 ناقص 8 يبقى لي 7 نفس النتيجه هذا خلينا نقول عرض سريع للمفهوم النتيجه اللي نصل لها في الاخير او الخلاصه انه وعاء الزكاه خالي من الدين تتفقون معي ولا لا الصورة هذه وعاء الزكاة ما تأثر بالديون صار يعني اللي وصلنا له هو صافي الإكوتي صافي الحقوق الملكية اللي مول يعني حقوق الملكية في جزء منه راح في الأصول غير الزكوية وهذا استبعدناه وحقوق الملكية جزء منه راح في الأصول الزكوية هو اللي أصبناه فما دخلنا الديون في الحساب الزكاة أبدا هذا بالنسبة للديون اللي على المكلف الديون اللي للمكلف تزكى طبعا طيب ايه صحيح اي بس حنا شوف في شيء وش معنى مولت محسوم او لم تمول محسوم انا ما اقدر اتتبع كل دين وين راح لان الدين اول قرض اول ما تاخذ روح نقديه كيف تثبت الربط هذا احنا في عندنا الاصل انه ما في ربط بين الجانبين حتى ما ننظر تاريخيا لانه الاصول هذه هي ضامن للديون فانا اتعامل ما ننظر تاريخيا لاني لو دخلت في الترانزاكشن حقت في الخطوات ما تقدر تصل نتيجه لانه لازم تتبع كله طيب وش يضمن ان الديون القصيره او الالتزامات القصيره ما راحت في اصول ثابته في اصول محسومه فاحنا لازم عشان نحسم الخلاف هذا نفترض الافتراضات هذه ونبني عليها يستثنى الاشياء اللي يعني غير قابله مثل لو زياده راس مال عينيه انا عارف زياده راس مال العينيه راحت مع الاصول الثابته فانا هذه لازم اقابل فيها المحسوم ها الاستهلاك مقبول الحين خلاص الدفتري استهلاك يبين اذا كان في اصول ثابته او ما في اصول ثابته اي كيف زياده في الاصول حيبان الاصل ثابت منين جاء اي ما تقدر تتبعه لا ما تقدر تتبعه لانه اعطيك ابسط مثال كان ما نضيف كل الديون الطويله لانه الدين الطويل القرض اذا اخذت قرض من البنك تبي تحطه نقديه اول شيء صح ليش يعني انا هذا هو المفهوم انه لا حوالان الحول على عروض تجاره الدين ما له دخل في حوالان الحول هذا لا ما يزكى هذه اللي احنا نتكلم عنها الدين لا يزكى في وعاء الهيئه ابدا بالمثال كل الدين طويل الأجل لا يزكى ولا القصير الأجل لا يزكى ولا طويل الأجل بنص اللائحة الفقرة ج من المادة 3 من في التعديل الأخير في التعديل الأخير طبعا كيف أي الدائنة طويلة ولا قصيرة طويلة تضاف لا القصيرة ما تضاف إيه لأنه دين يقابل افترضنا أنه مول المحسوم عشان توازن الميزانية ومقابلة كيف ما ناظر شوف القصير احنا الطويل احنا الاصل في الطويل انه يمول محسوم بدون ما اقابل بدون ما انا اتتبع يعني انا ما اروح اتتبع اقول لو بتتبع ما انتهيت لانه انا ما اجي اشوف والله مثلا تاريخ القرض جاي في 2019 والاصل من 2018 ما اقول هذا ما مول هذا لا هذا مول هذا لانه انت استفدت من الكريدت حق الدين هذا في كامل لانه تعرف قائمه المركز المالي ما هي تعين ما هذا يروح لهذا هي تدخل وتعطيك ليفرج لقائمه المركز المالي الاصول تزيد في النقديه تزيد في الكريدت حق المنشاه يعني لو شركه ما عندها اصول ثابته البنك يعاملها غير الشركه اللي عندها اصول ثابته في القرض صح
الكريدت حقه ما عنده ما عنده هذه مبدئيا دائما قصيره. لو طويله نفترض انها راحت ليش؟ لانه يقدر يستخدمها في طويل يعني، ولا يصير عنده مس ماتش، يصير ما يقدر يسدد التزامات من الاصول. احنا المدوره نعدها طويله، اذا صارت مدوره، اذا كانت مدوره مع نفس الدائن في 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 اللائحه فيها نص ممكن ترجع له، وفيها مثال في الدليل الارشادي ارجع له لان فيها شروط. ايه ايه لا شوف لا تختلف. شوف الاستثمارات تختلف، اذا كانت استثمار في منشاه غير مزكاة فانا بالنسبه لي هذا استثمار مجهول، لانه انا ما ادري وش اصوله. الزكاه ما هي على الطويل والقصير شرعا وفقها، ما يتكلم عن طويل ولا قصير، يتكلم عن اصل زكوي وغير زكوي. يقعد عندك الريال، يقعد عندك يوم، ولا يقعد عندك. بالنسبه لعروض التجاره، عروض التجاره في قاعده مهمه في عروض التجاره، عروض التجاره ما ينظر فيها حوالين الحول الا على الاصل، على اصل راس المال، على بدايه الايكوتي، على الحقوق الملكيه، لانه تتحول من نقد الى بضاعه، من نقد الى بضاعه. فاذا بتطبق حوالين الحول معناته ما في زكاه على عروض التجاره. عرفت؟ لاجل هالمفهوم هذا هو عروض. وش هو الحول حق المنشاه؟ طيب حول المنشاه من 1/1 الى 30/12، هذا الحول. مو ما انك تمشي مع كل بند في حول، هذا ما يتوافق مع الحول، مع اشتراط الحول الفقهي. الحقوق الملكيه لازم تكتمل السنه ولا حتيجي تاخذ الرقم اللي ب 31/12 كما هو بدون ما اذا هذا هو. اذا افرض ان السنه قصيره في اللائحه الاخيره، وش كانت التنظيم؟ نسبة وتناسب، يعني تحسب المدة، أيوة، تقسم وتضرب معادلة، إيه، عشان نصل إلى النسبة. طيب ليش ما ننتظر سنة، نكمل سنة هجرية بعدين نأخذ الزكاة؟ يبي يصير عندك قائمتين مالية، قائمة للهيئة الزكاة إذا حال عليك الحول، فتسهيلا للمكلفين خلاص حنا نصحح الحول عندك، نأخذ عليك عدد زيادة في رأس المال فيها في الفقرة واحد في البند واحد من الفقرة الرابعة. الزيادة في رأس المال اللي جاي من خارج المنشأة، لأن الزيادة اللي جاية من الاحتياطيات ما أول معلش كنا من أرباح مثلاً 31/12 الظاهر إيه كانت تؤخذ بداية بداية السنة، لا تغير على اللائحة القديمة خلاص على 31/12 على نهاية السنة، ما لم ينص على خلاف ذلك. لا ما ندور عاد إنها سنة ولا ما لها سنة، إيه لا إلا الزيادة في رأس المال. هو المقبول. هو المقبول خلاص، استهلاك الزكوي راح. ما فيه. طيب السؤال الأخير، ونقدر نلخص ونقول إذا أنا القروض عندي والالتزام والدائنون، خلينا نقول سماء قوية الأجل، باستثناء إذا كانت الدائنون أكثر من الأصول المحسومة أو الأصول الثابتة، ما أضيف. ما خلاص آخذ حقوق الملكية هي تصبح هي. صح، هذه نتيجة صحيحة. هذه نتيجة صحيحة. أنا ما ودي ندخل، بس نكمل بسرعة إذا. طيب. طيب بس اسمع برجع لك فيها. تمويل حافز وزاره الاسكان. اي ما بنول اصول، انا بنول دي مشروع الاسكان. اي مشروع الاسكان هذا مش اصول، هذه مشروع تطور الوزاره. بس موجود عندك في القوائم؟ محسوم؟ لا الاصول. لا طيب وين راح؟ وين استغرق؟ هي ميزانيه لازم توازن، وين راح اللي قابله؟ استغرق كمصاريف انستراكشر على مصاريف. اي وهذا المصاريف البند في الجانب المدينه وش هو؟ وش طبيعته؟ طويل؟ طويل. مشروعات تنفيذ. طويله. فانا اضيف هذا عشان اقابل هذا عشان الرياضيات، عشان ما يصير عندي حسم مزدوج. بس بغض النظر، هي هذه المعالجه رياضيه وليست معالجه زكويه، عشان استبعد اللي تتقابل عشان ما احسب مرتين. بس تسمح لي بس باخذ السؤال. في معادله باليوم تطبق بال2000 على قوائم 2019 بالاساس اليومي. النظام يطلع لك اياها، ما تحتاج تعرف فيها. سيستم الهيئه يحسب لك النسبه بالاساس اليومي، سنه قصيره سنه طويله تحسب بالاساس اليومي. تبون نوقف هنا لان الباقي مقارنه باللائحه. اذا تبون نوقف هنا ما عندي مشكله، لان الوقت مره كلها. انا عارف ان المفهوم ترى مهم، اذا تبون نوقف هنا ما في مشكله، الباقي مقارنه باللائحه ومنشوره في، يعني تحصلون في التويتر وفي السوشيال ميديا بينشرونها حتى في حمله جايه. الاخير تغيير مهم الظاهر حصل، انه الان اول كنا ناخذ ربح السنه ومعدل وكذا، هذا الان لا، في تعديل على الربح، في تعديل على الربح لكنه محدود، صار اقل، لانه المصاريف المقبوله المصاريف الفرعيه صارت بالاصل مقبوله.
إيه. بتاخذ عندي لا أخ... الطاقه المكيه كما هي في 31 12 لا لا ما في دبل لانه في الارباح انا ودي تقرا اللائحه في الارباح لا ناخذ اول الفتره ونعدل عليها ما ناخذ اخر الفتره في الارباح المرحله لو تشوف في ثلاث فقرات إيه ونخصم منها توزيعات ونزيد عليها إيه بالضبط إيه يبقى في تعديل إيه طيب أنا ما ودي يعني ما ودي أنوع الأسئلة إذا كان خلينا نغير الجهة سم طويلة الأجل بس موجودة في لا موجودة في دليل إرشادي فقط طويلة الأجل منها صح صحيح لا فسرناها في الدليل هي طويلة الأجل منها فقط طويل الأجل فقط منها لا موجود في الدليل الإرشادي فسرناها في الهيئة فسرتها الهيئة في الدليل الإرشادي إلا موجود دليل إرشادي أكيد أرجع الدليل الإرشادي في جانب طويلة الأجل لا ما تضاف اللعام إلا إذا كانت دفعة مقدمة لمحتوم إذا كانت دفعة مقدمة يعني لأصل محسوم ما في صناديق مزكاة الحين مزكاة مع الهيئة من 2019 وراء يقبل حسمه قبله ما يقبل 2019 وراء مقبول الحسم قبله لا اللي سجل 2019 وقدم إقراره 2020 من الصناديق يحسم قبله ما يحسم تصرف من الصندوق لأنه كذا إحنا ما نقبل بعض المستثمرين اللي التزم ودفع ما حسمنا له واللي قد تأخر في التقديم وما كان أصلا مسموح لصناديق أنها تقدم إلا اختياري منها فالصندوق اللي قرر أنه قال أنا بدفع الزكاة نيابة عن المساهمين كيفك بس ترى أنا ما أقدر أربط بينه وبين المستثمرين لسنوات قديمة فأنا من 19 التعميم اللي جاء أو الاتفاق اللي صار بين هيئة سوق المال وهيئة الزكاة أنه فقط على الجديد لأنه أقدر أحسمه في النظام للمستثمرين الجدد من حينه أصلا ما يحسم لا يقدم الصندوق اختياري الصندوق مو بلازم يقدم زكاته اذا هو يرغب يقدم زكاته يقدم اذا ما يرغب كيفه هذا قرار المستثمرين اذا المستثمرين ومجلس الاداره قرر انه يقدموا الزكاه حياهم الله احنا القناه النظاميه لاستقبال الزكاه سم لم يوجد فتوى شرعية شوف لازم نفرق في الزكاة بين جباية الزكاة ووجب الزكاة الشرعي عليك إذا أنت تشوف أن الزكاة هذه شرعا تكفيك يعني تبري ذمك خلاص إذا أنت تشوف أنها ما تبري حتى لو لأنها في مهمة لولي الأمر اللي هي جباية الزكاة فإذا طلعوا لي الأمر تنظيم وغيروا خضع للسنوات اللي بعده ما يعني أن اللي قبل يعني عمر بن الخطاب قال هذا ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي في حكم شرعي ولي الأمر إذا رأى أنه المصلحة الشرعية تقضي تغيير الاجتهاد يغير الاجتهاد يبقى الاجتهاد السابق على ما هو عليه عشان يحافظ على العدالة لأنه هذا كان لأنه ما يصلح أنا أكافأ اللي تأخر يعني وجازي اللي بكر أو العكس لازم تنظيمات السنوات السابقة للسنوات السابقة وهي تنظيم وهي يعني إذا قلنا أنه محل اجتهاد فهو قابل مقبول الاجتهاد وحكم الحاكم يرفع النزاع في ذاك الفترة وفي الفترة فهذه تحاكم واللائحة وهذه تحاكم والزكاة هو التزام من المكلف تجاه الدولة بناء على ما قرره ولي الأمر هذه الالتزام سواء لتلك الفترة أو لهذه الفترة يعني لو احتجيت ويقول لك القاضي لا أنا في تنظيم يقول هذا أسويه هذا اجتهاد ولي الأمر في ذلك الفترة وغير الاجتهاد وهذه تصير كثير في الأحكام في الأنظمة الجزائية كثير يحكمون أنه والله الحد الأدنى 3 شهور سجن ثم الحد وهو حكم شرعي يعني حكم قاضي لكن التغيير في الاجتهاد ما فيه أثر على السنوات السابقة واللاحقة وتبرأ ذمة المكلف هذا رأي اللجنة الشرعية عندنا أنه التغيير ما يأثر على براءة ذمة المكلف لأن كل اجتهادات شرعية مقبولة نبي نأخذ من هنا ها عطنا عدد تقييم إيه. إيه. لا أصلاً هو شلون إعادة تقييم أفادك في الوعاء خلاص لا هو إعادة تقييم هو حسابي يقابل شيء إما محسوم أو إما أصل زكوي غير زكوي إيه.
واضحه. لا ما اخذت الزكاه مرتين. الحد الادنى للوعاء وش المفهوم حقه؟ ليش في حد ادنى للوعاء؟ بناء على المعادله اللي قبل شوي، هل يتصور انه شركه يصير عندها حقوق ملكيه وعندها اصول زكويه، يعني عندها موجودات نقديه ومخزون، هل يتصور ان سرعة صفر او سالب؟ لا طبعا، صح، لانه اكيد ان هذا في خطا في المحسومات. اي فصافي الربح المعدل هو اقرب، يعني كرنت شيء قريب جاء نقدر نركن اليه لتصحيح الخطا في المعادله، لان معادله الزكاه هي تقدير، لانه الاصل في زكاه الجرد تجرد وتشوف الاصول وتشوف ديونك وتقابلها. لكن هذا متعذر الشركات، لان الشركات تسوي قوائم ماليه وتمشي على معايير محاسبيه. فالحد الادنى للوعاء هو اقرب مصدر تمويل داخلي احنا عارفينه جاي السنه هذه، فهو هذا الحد الادنى اللي نقول هذا اكيد راح في بالمخصصات. ليش ارجع المخصصات؟ لاني حسبها في الوعاء قبل، والتقييم اعاده التقييم قابلته في شيء من الوعاء، اما قابل اذا كان اعاده تقييم الاصول او اعاده تقييم مثلا الاستثمارات. هو يعني رياضيا انت لو تكتبها انت بتلاحظ ان صافي الدخل هذا هو اوجد لك يعني اعاده تقييم، اوجد لك قيمه في جانب الاصول موجوده اذا حسمته مرتين. لا ما يرجع كاش بيسز، لا بس المخصصات. إيه مو بشرط كاش بيسز، لأنه في مصروفات مستحقة ومحسوبة ما أثر على الربح، صح؟ أنا فهمت نقطتك بس أنت ما فهمت نقطتي، ممكن أجلس أنا وياك وأشرح لك إياها خمس دقائق. طيب بناخذ خلاص موقف هنا، أجل بناخذ سؤالين اللي ما سأل، ودي واحد ما سأل. سم تفضل. يختلف وعاء الأنشطة التمويل، يختلف يعني بناءه مختلف تماما عن تنسيب يعني النسب. إيه لا ما تقبل، لا ما بشرح لك إياه. لو طبقنا طريقة البنوك على 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 على, على كل المكلفين بيصير كبير بالحيل، كثير جدا، لانه البنوك لها طبيعه، لانه اجتمعت الديون عندها، شفت الدين ينتقل فاجتمع عند البنوك، والبنوك مصادر تمويلها وين؟ حسابات الجاريه اغلبها، يعني عندنا البنوك السعوديه 80% مصادر تمويلهم من حسابات الجاريه، حسابات الجاريه هذه مزكاه او ديون بعد، راحت ديون، فاحنا بنشتغل معهم عشان نفرق بين اللي جاء من الايكوتي من الحقوق الملكيه حقه البنك في، وما يصنفونهم ترى متداول غير متداول، البنوك يصنفونها حسب الليكويديتي حسب السيوله من الاعلى الاقل، ما في تصنيف. فناخذ يعني لها مفهوم ممكن اتكلم معك فيه بعدين، لما ودي اطول الصراحه الوقت واخذ من الباقيين، باخذ يسار وبرجع لك. سم بالضبط. ليش افترضتها؟ انت تقدر تفترض هذا وانا اقدر افترض ثاني، اقول كل الالتزامات مولة المحسومه مو بس الطويل. لا انا بفترض ان الدين لا يزكى، ما افترض انا ما زكيته، يوم اضفته بقدر المحسومات ما زكيته. لا طيب بس ابعد. طيب لو عكسنا كل المفهوم كل المبادئ كل نفس، لو قلت ليش ما اقول التزامات كلها بما فيها القصيره موله المحسوم اولا؟ افتراض هي، فالوسط بينهن اني انا اخذ المبدا اللي بنيت عليه قائمه المركز المالي، ان الطويل يقابل الطويل والقصير يقابل القصير، وهذا حتى كل طرق حساب الزكاه تحسب. لا مو هذا افتراض تفترضه انت، لكن هذا مو الافتراض اللي ارتضاه المنظم، لانه الافتراض هذا معناه افتراض حقوق الملكيه ان كل الاوعيه صفر، يعني خلينا نقول ما بالغ انه 90% من الاوعيه صفر، لانك انت تفترض ان الشركه اخذت اصولها وحطتها في اصول غير زكويه وقاعد يشتغل بالديون دائما، يعني الاكويتي ابدا ما يشتغلون فيه في البزنس. لا النتورك كابيتال كيف يحسب؟ سيوله الشركه كيف تحسب؟
تقابل القصير بالقصير. ليش انت بالفاينانس تقابل القصير بالقصير ليش الزكاه ما تقابل؟ تبي الطويل يقابل القصير كله. لا انت مفهوم في اداره في جهه في جناح الهيئه قسم الاستفسارات الزكاه اللي عنده استفسارات اكثر. خلنا برجع لك انا موعدك بس ايه ايه من راس المال قبلت هذه محسومه الان خلاص في اللائحه الجديده محسومه لانها من راس المال فعارفين مصدر تمويله. الان في اللائحه الاخيره الدائن يزكي والمدين لا المدين ما يزكي. يعني الدين اللي عليك ما يأثر على خلينا نقول ما يزكى يستبعد من الوعاء. هو ما في الدين اللي عليك ما في احد يقول انه يزكى ولا ما يزكى. هو يستبعد من الوعاء ولا ما يستبعد؟ هذا فهو يستبعد من الوعاء. اي يستبعد من الوعاء. الدين اللي لك يضاف للوعاء محسوم في اللائحه في الماده الثالثه. سم سلام. اي الحين تصنف على طبيعته بناء على تعليمات السكبة. تصنف على طبيعته المفروض اذا حطيت ما في حساب جاري الشريك الغوه يا تصير قرض وصارت قرض تصير مصادر داخليه مصادر خارجيه وصارت ايكويتي تصير مصادر داخليه وتعامل في الجهتين نفس الشيء. انا بس لانه سؤال اجاوب عليك الحاله لانه في هذه حاله وحاله واضحه يعني معالجه حتى في اللائحه ومعالجه في الدليل الارشادي. قريت الدليل الارشادي الشركات القابضه اوضحها لك ولا يهمك. جاري الشريك خلاص الحين السكبه تمنع تسجيل جاري الشريك من 2012 يسموه على طبيعته. حط صنفه على طبيعته يا قرض يا حقوق ملكيه. فانت اذا خالفت هذه مشكله.